قال لك ما عمرني ركبت في الموتور. ومن بعد اش ركبتي؟ شنو وقع؟ ولي 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 صورتها من الاول للاخر. ناري لا ضرب ماشي ضربه. هما ما عارفينش بان هذا الفيديو هذا اذا كان كيدل فهو كيدل على انكم اكبر قواصه في المغرب. الدراري كما يقول الاب الروحي ديال السكيريه اللورد، معكم انايا من هنايا. نبداو مع اول فيديو. الرياكشن. قال لك حصله، واش من حصله؟ وغادي نشوفوا هاد الحصله هادي شنو هي. يا الدراري يا الصراحة الله، صافي والله ما عرفت واش نخليها. عيطت لي امي قالت لي مسكينه الغدا، واش اللي عنده شي مهم الله يخليها له، واللي مات له امي مصون الله يرحمها في هذا النهار. بغيت نقول لكم الدراري على داك الفيديو اللي فات، هو هي تقدر هكا كتبدا، فهمتيني؟ داك مونينيكس صوفيا طاروني لو اعلم ولا النشاط نحقو ينشط نشط اخويا. نشوفو تاني فيديو. قالك مالك على حالتك بزاف على الكلاخ، شافتني تسيد كيعبر الغرق. صراحة انا خير، كاين شي عيالات ماشي كلشي ما كنعممش، كاين شي عيالات راه كيشوفوا مثلا نهضروا على الحياة بصفة عامة، كيشوفوا بأن ناس قبل منهم مشاو في شي طريق وطاحوا وكيمشيو هما في داك نفس الطريق، فهمتيني؟ صح عيالات اصاحبي، الأغلبية ماشي كلشي ما كنعمموش، إلا هضرنا على شي حاجة ما كنعمموش، راه كاين وكاين اصاحبي، كاين الرخيص وكاين الغالي، كاين في أي حاجة. اصلا العيال صاحبي سببنا، هي مشات وهي ما سمعتش الهضره صاحبي ديال شي حاجه، ما شي حاجه ستاج الاخر ديال شي حاجه كبيره كاع. قالوا لها ما تحيدش التفاحه، مشات حيدت التفاحه، هي بطاتنا الارض صاحبي، ضربو تماره كنا غنبقى بها جالس، كان هي ما حداش داك التفاح. الله يسر مع الله يحفظها صاحبي، والعيال صار كيبقاو شي حاجه زوينه في الحياه الصراحه، بحر مين. الله يخليكم والديكم والخوت، هما اللي غادي تلقاوهم وقت كيشوف عندك يشوف ملي غيقتل شي واحد سي شتو والله تا قتلتو صور عليه عليك كيشوف عندك يشوف ملي غيقتل شي واحد سي شتو والله تا قتلتو تاكسي حمر. دابا هما كيغوتوها بوحدهم، هما نورمالمون علاش اختي كتصوري؟ علاش اصلا خاصك تشدي النمره ديال مول الطاكسي وتمشي تعلمي داخل وباش عرفتي كيشم كاع السيليسيون؟ يا بنت لان ميك ديك ما عندي، ضربت انا السيليسيون في واحد الوقيته شحال هادي باش كنت صغير. هاد الفيديو خصنا نصيفطو لواحد صاحبي عنده الطاكسي، هو اللي غادي يعرف هاد الحل ديال هاد المشكل العويص اللي واقع. الطاكسي كيشم السيليسيون تلقاه سارقها اصلا. عندك ماشي شيفوري، سرقها وتسيبها في هاد البلاد هادي. قالك ما عمرني ركبت في الموتور. ومن بعد اش ركبتي؟ شنو وقع؟ ولي 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 ولي
ها صورتها من الاول تنهار. ناري لا درؤول ماشي ضربه. قال له صورتها راجلها، قال له صورتها من الاول تنهار. هما ما عارفينش بان هذا الفيديو هذا اذا كان كيدل فهو كيدل على انكم اكبر قواصه في المغرب في تاريخ البشريه. كنت مصوره ما عمرني ركبت الموطور مصوره طاطا، ما بالك الموطور مسكين كان صورتي شي عماره طيح. الله يستر الله يحفظك. القواصه قواصه صاحبي قواصه، ما عرفتش واش تتفقوا معايا ولا كيكونوا عندهم الحجبه مزادين، الله اعلم. الله يستر. قال لك سيدي صاحبي فار عليا راسي بلاصار، هو في لاصار نشوفو هو اش كيدير في لاصار. صحابنا والله ما فهموش شي حاجه، داك صحاب دوك مالي الكاسك هذا راه فيه شي جن ولا شي لعبه راه دايره بالعاني كيصور يعني بغايري تير لي انت مسخوطه. هذا مسخوطه صاحبي، راه كاين شي ناس والله الا وجهها قاصح صاحبي كان عندنا داك الوجه ديالهم كان حنا درنا لاباس بيعوا الليمون مع السر والعواصر الليمون وفي الدرم تاعنا هذا. ما خوتي يبقى لك كتبقى احسن شمس العشيه دازت بشي لايف. واو وشكون هاد خونا الملقب بالشروقات الاب الروحي د الحراقه مشى حارق. كاين اخويا الغزال ضد في المحسابه، انا دماغي غنبقى واقف معاك حتى تلقى ياك اخويا. الله يرحم لك الوالدين صحبناك ياك، ماشي مشكل عشيري والله ماشي مشكل، تمشي ليا بعقلك ولكن هاني وعلى بلان. والله الا والله الا شمس العشية. قال له ماشي مشكلة عشيري بنتي ليا، باش عرفتيه بعقلو صاحبي. واش دابا انت جاي تحمق، انت جاي تسال المغاربة وباغي يهضرو معاك بعقلو على السوشيال ميديا غير ديال هربل فربل. تينا راني هربل. والمهم اخوتي كيما سمعتي الوالدة عيطات لي نتغدا، غادي نمشي نتغدا وعاد نطلع نمشي نشوف ندير شي لعبة في الحياة. تهلاو.